صفة الوضوء. كيف نتوضأ للصلاة؟ تنوي بقلبك. تقول بسم الله. بسم الله. ثم تغسل الكفين. تغسل الكفين. ثم تأخذ ماء بيدك اليمنى. فتمضمض. وتسحب الماء بمنخريك. ثم تخرج الماء من فيك. وتستنثر بيدك اليسرى. مرة أو مرتين أو ثلاث مرات. ثم تغسل الوجه. ثم تغسل اليد اليمنى أطراف الأصابع حتى المرفق. اليد اليمنى ثم اليد اليسرى. ثم تمسح الرأس. تبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاك. ثم تعود مرة أخرى. ثم تدخل السباحتين في صماخي أذنيك. وتمسح بالإبهام الظاهر. ثم تغسل الرجل اليمنى مع الكعب. ثم اليسرى مع الكعب. بعد هذا تخرج تصلي. لا يصح أن تمسح الرقبة ولا تغسل العضدين ولا الساقين. تتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله.